بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرجو أن تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. سنواصل في سلسلة المياه ومشاربها، وموضوع حلقة اليوم سنتكلم عن منافع ماء اللحوم وماء الأسماك. وأبدأ الاقتباس بحول الله. أولا، ماء اللحم. يقول ابن سينا في الأدوية القلبية: اللحم وإن كان غذاء صرفا فإن ماءه يدخل في معالجات ضعف القلب، فلا بأس أن نتكلم فيه، فنقول أن ماء اللحم إذا كان اللحم محمود، أما لحم الحول منه والفتي من الضأن، وأما لحم الحملان والجداء فإنه أنفع شيء لضعف القلب. فإن كان من رقة الروح فلحم الحول من الضأن والفتي منها، وإن كان من غلظه وكدورته مع قلته فالذي هو أخف منه. وأكثر أطباء زماننا يظنون أن ماء اللحم هو المرقة التي يطبخ في مائها اللحم، وليس كذلك، بل ماء اللحم ما يخرجه المدقوق بالطبخ حتى يسيل منه رشح وعرق وينقلي فيه اللحم ثم يصفى ويشرب. ثانيا، ماء الجمة. يقول ابن بيطار رحمه الله: ماء الجمة قد سألت عنه جماعة من المترددين إلى بلاد الهند وغيرها من تلك الأقاليم، فأخبرت عنه أنه ماء أسود كالحبر، ساهك الرائحة، نتن جدا، يؤخذ من جوف سمكة معروفة باسم الجمة، تصاد في بحر الصين، وهذا يكون في جوفها في كيس المرار، ولا يؤخذ منها سواه من الأسماك. ومن خواصه أنه إذا سقي منه وزن حبتين أو أكثر بقليل، من سقط من موضع عال وانكسر منه عضو من أعضائه فإنه يجبره على المكان، وهو في ذلك عجيب مجرب. ثالثا، مانون. يقول جالينوس: ماء السمك المالح وهو المانون ينفع الجراحات المتعفنة كما ينفعها الجيري، والجيري هو نوع من أنواع الأسماك. أقول ماء السمك المالح وهو المانون ينفع الجراحات المتعفنة كما ينفعها الجري، وينفع أيضا من وجع الورك وعرق النساء وقروح الأمعاء إذا احتقن به العليل، وذلك أنه بحدته يجذب الأخلاط الحاصلة من الورك ويخرجها من الأمعاء، ويغسل ويجفف القروح المتعفنة في الأمعاء. وأكثر ما يستعمله في هذه الوجوه قوم من الأطباء وماء الجري المملح وماء السميكات المملوحة، وهو مانون الصحنات، وقد استعملناه نحن أيضا هذا المانون في مداوات القروح المتعفنة الحادثة في الفم، والله أعلم، والله الموفق للصواب.